فيكم ذا اليوم ذا اليومين ميتين؟ شوف سبحان الله الناس ما يرضيهم شيء. يعني 98 يوم وانت تركض وتسوي مبادره وتجمع نقاط يومين بس. قلت خلني اخذ بريك شوي اهدي ارتاح. قالوا ليه؟ ليه ترجع؟ ليه لا اطلع بس ايش داوي يا جماعه؟ ترى احنا ما عندنا مسلسل، احنا في برنامج واقعي، يعني عادي اتعب عادي اضيق عادي اطلع عادي اجي. ترى قهر والله 979 وصلوا 1000. شيكم الناس مداومه يعني الساعه 8 ما في حد مداوم؟ لا تقولوا ما علي، لا لا يقولوا ما نبغى نحضر بس عادي. والله العظيم مداومين. امزح امزح. ملوك الريالتي في التيك توك كانوا كل بوم كذا في التيك توك الا انا. يعني احترام شوي، انتظروني لين ابث معكم. الحين ما ادخل مع تحدي، ادخل مع محمد سراج. محمد سراج لي سنة كاملة وانا مع مقابل وجه. محمد سراج سراج هذا ما يستاهل وجه. محمد سراج مرة ما يستاهل وجه. محمد تعال تحدي يا طيب ارسل لك. لا ما جاني ارسال كذاب. لا لا كذاب ما جاني ارسال. اذا ما تبغى تطلع معي قل لي. ما والله ناس ما تستحي على وجهك انت. تعال تعال تعال. لا لا اذا فيك تعال انت. تعال انت اللي تعال انا ما اجيك. تعال لا تعال. لا طيب لا علمك كيف يدخل ذا جديد ما يعرف للتيك توك. انا تعبت وانا اعلمهم. لا قل ما ابغى اطلع معك. قل ما ابغى اطلع معك. حول ولا قوة الا بالله. استغفر الله العظيم. انا جاوني اللي يرسلوا لي ورسلت. قل ما ابغى اطلع معك. قل ما ابغى اطلع معك. شو ورق جدران تقول توست ساكنين في توست. كيف نتخطى قرب 3+1؟ اقول لكم شيء عن قرب 3+1. ترى ماني ابغى ادخل في القرب ذا. تحياتي واشواقي اس بيض الله وجهس. قروبهم فكك نايم مرة وليد بحيح محمد ناصر. ايش قروب الشيبان ذا؟ بيد بس الرمان. تعالوا فيصل طلال نايف الرفيق دبس رمان. هم يسمونه مسمى عليه عشان حزامه يسمي اسمه كذا ما يفكر ما يتبغى يرقد كذا ويجي القناة باقي ما اكل باقي ما صحصح ويعطيه مسمى يمشي. ارحب عامر منير تحياتي واشواقي. بعدين كوفوا غصبا عنك وطرق عنك ولا اراك شيء. يلا شيل الليله يا عامر منير. قول لكم 3+1 خايف قروب سيء جدا. ما فيه نفس خفيفه. هم ثلاثه وانا واحد حطوني معهم غصب كذا. قالوا تعال عامر بالله روح علم ذا علمه كيف يدخل معي قست. غبي 98 يوم هو في الاعلام في الشاشة ما يعرف يدخل قست. هم قروبين الصراحة اللي انا محتار بينهم. 3+1 يعجبني التمرد عندهم نكهة تمرد بسيطة كذا. وانا شخص اقدر التمرد بس التمرد اللي بأدب. مو بتروح فندق وتستأجر وتبث تيك توك وانت في فندق قلت حياة مو تمرد. لا احب التمرد البسيط اللي يسمونه 3+1. قروب مرمر زماني كويس لكن تحس انهم محترمين الف. والله سوالفهم لبك ابدك كيف حالك الله يطول بعمرك الله يسعدك الله يدخلك. لازم يكون فيها تمرد لازم يكون. يعني اذا رحت عند ذولا انسى اقعد مع 3+1 يوم. اليوم الثاني اروح عند مرمر زماني وانا متمرد يمسكوني اهدي لين البس كرافته. اروح عند 3+1 يمسكوني يقطعون الكرافته يلبسوني طاقي خلاص. ويزعلون يزعل يزعل ليه انت مرمر زماني تجي معنا ولا تمشي مع هذول. يقول لا انت 3+1 خلاص. والحين مركبيني دبس الرمان. دبس الرمان يعني تدخل تتمنى انهم يلقبونك لقب. بكره اذا جوني عيالي خلونا ننظر النظره البعيده. بكره جوني عيال وعيالي جوهم عيال وجوني قالوا يا جد يا جد ماذا كان يسميك العرب في زمان مضى. اقول دبس الرمان. اقول دبس الرمان يدعوني دبس. والله اني ما اقدر. في لحظة تسمية قروب دبس الرمان بدبس الرمان تندمت اني شاركت في قناة الواقع. تصريح من نايف الرفيدي في هذا البرنامج من هذا المنبر.
خلف تحياتي واشواقي يا ابن فالح يا ابو فالح يا نوم عيني يا الطيب اللي بني عمه يحبونه. جماعه كيف تتابعون خلف اذا فتح قست؟ احس قسته يطول. شو الحين مر على قسته، اقصد بثه، مر على بثي الحين نص ساعه، ترى لو ان خلف مكاني كان الان انتهى من تحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله. يتكلم بشويش يقهر، تندم انك تسولف معه. البرنامج كم؟ 98 يوم راحت صح؟ ترى 97 يوم سوالف خلف، يوم واحد رياليتي الشباب. تخيلوا. بس ارحم والله اذا جاي يطلب الادارة في شيء، عنده مطالبة ولا شيء، يخلونه جالس كذا ويعطونه جوال. اي يعطونه جوال ويقولون سجل. ليه؟ يسجل في الواتساب عشان يسرعونها مرتين ويسمعون سوالفها كامله بسرعه. فشكرا للي حط التسريع في الواتساب.